بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد طلبات متكررة ومتزايدة من بعض المتابعات الوفيات لقناتي عن طريقة للتخلص من الكلف القوي الطويل المدى الذي كان عنده سنوات بعيدة، إن شاء الله أحضرت لكم وصفة قوية، ولكن استحملوا ريحة الحلبة. ندخل مباشرة في طريقة ومكونات هذه الخلطة. أولا عندنا حلبة منقوعة في الماء ليلة كاملة. انقع الحلبة في الماء ليلة كاملة، أو حلبة مطحونة وانقعيها في الماء ليلة كاملة، نفس النتيجة. إذا نقعت الحلبة في الماء ليلة كاملة اطحنيها، وإذا نقعت الحلبة المطحونة في الماء ليلة كاملة راح تتحصلي على نفس النتيجة. راح نتحصل على حلبة بهذا الشكل، معاها ملعقة زبادي. ملعقة زبادي، نأخذ ملعقة زبادي، ملعقة صغيرة فقط تكفيك ليوم واحد، لأن الخلطة ستفسد معانا. ثم نأخذ مقدار ملعقة كذلك صغيرة من الحلبة المطحونة والمنقوعة في الماء ليلة كاملة. نقوم بمزج المكونات مع بعض بملعقة خشبية، دائما المزج يكون بملعقة خشبية. نتحصل على هذا القناع. يطبق هذا القناع على بشرة الوجه أماكن الكف والإسمرار لمدة ساعة كاملة. بعد مرور الساعة قومي بغسل القناع جيدا، ومرري على بشرتك ماء الورد. ماء الورد يكون مركز لتذهب رائحة الحلبة والتخلص منها نهائيا. مري على بشرتك مكعبات ماء ورد مثلجة، ويكون يفضل أن يكون ماء الورد خاص بالتجميل ويكون مركز. راح أعطيك نصيحة، الحلبة اللي قمت بنقعها وطحنها احتفظي بها في الثلاجة محكمة الغلق، أغلقي أحكمي إغلاقها بالبلاستيك الغذائي، واستعملي منها كل يوم، لأنك إذا قمت بخلطها مع الزبادي وتركتيها في الثلاجة راح تفسد الخلطة. استخدمي قدر بشرتك فقط ليوم واحد. استخدمي هذا الماسك يوميا على بشرتك دون ماسكات أخرى. استخدمي هذا الماسك فقط خاص بالكلف، وإن شاء الله راح تتخلصي من الكلف نهائيا، وتتحصلي على بشرة صافية نضرة بيضاء متألقة بإذن الله تعالى. إن شاء الله تستفيدوا من الوصفة وتتوفقوا فيها. سجلوا إعجابكم، اشتركوا بقناتي إذا لم تكونوا مشتركين من قبل، والله يحفظكم إن شاء الله جميعا من كل مكروه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في وصفة أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.